زي ما انتم شايفين كده، ده اتوبيس نادي الترجي التونسي، اهو زي ما حضراتكم شايفين اتوبيس نادي الترجي التونسي من هنا من باب سويقه، حيث يستعد هذا الباص لان يقل لاعبي الترجي التونسي الى استاد رادس، حيث المباراه بعد قليل زي ما انتم شايفين كده. اهو ده الباص بيستعد، احنا هنا في فندق نادي الترجي قبل ساعات من المباراة، وهذا الاتوبيس الذي سيقل لاعبي نادي الترجي التونسي الى ملعب رادس للمباراة المنتظرة ما بين النادي الاهلي او الترجي والاهلي في استاد رادس الساعة 6 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت تونس. النهارده زي ما انتم شايفين كده السبت الموافق 19/6/2021، ومن هنا من امام الباص الخاص بنادي الترجي التونسي اهو، ومن الحديقه الخاصه بالفندق انكم شايفين اهو، وصور لكم الباص قبل تحركه أو قبل ساعات قليلة من تحركه إلى ملعب رادس للقاء النادي الأهلي. ده الباص الرسمي أهو، وده الباص الثاني الخاص بالأدوات والمهمات والكور والعاملين. هنا نادي الترجي يتميز أنه يمتلك كل هذه الأمور أهو، يمتلك هذا الباص امتلاك شخصي، وهذا المكان اللي احنا فيه ملك نادي الترجي، والفندق ملك نادي الترجي التونسي. ما هي الا دقائق ويظهر السائق وتبدا التحضيرات وساعات، ويتحرك هذا الباص الى استاد رادس حيث مباراه الاهلي في تمام 6 بتوقيت القاهره، 5 بتوقيت تونس. اهو وليكم زي ما انتم شايفين كده، اهو شايف دي سيارات اعضاء مجلس الاداره وكبار المسؤولين ولاعبي النادي الترجي التونسي. اهو وادي الفندق، حيث الان اللاعبين موجودين بالفندق وسينزلون بعد اقل من ساعتين او 3 من الان ليصلوا الى استاد رادس في تمام 6 بتوقيت تونس، 4 بتوقيت القاهرة، وقبل ساعتين من المباراة اهو زي ما انتم شايفين كده. اهو اهو كنت انا اتعمدت اجي هنا قبل ما اطلع على استاد رادس عشان انقل لحضراتكم الحالة، هدوء وتركيز كبير قبل ساعات من المباراة، تركيز كبير جدا 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 جدا. اهو يا جماعة شايفين كمان، عايز اقول لكم الصورة الناحية التانية، هنا السفارة المصرية أمام فندق نادي الترجي التونسي، السفارة المصرية ومقر السفير إيهاب فهمي سفيرنا في تونس. هاكم اللي قدامنا دي على طول السفارة، السفارة المصرية في تونس. المبنى الابيض ده وعلم مصر بيرفرف فيه اهو، ده امام الفندق على طول اهو، شايف اهو نزل الحديقه 3 نجوم، وهنا يستعد الجميع، السيارات اهي قدامكم والكل والاستعدادات للتوجه الى استاد رادس بعد قليل. رسالة حية وحصرية، وأنا اتعمدت أجي هنا لفندق الترجي التونسي عشان أنقل لكم الحالة قبل ساعات من الوصول إلى ملعب المباراة. أهو ده المكان الذي سينطلق منه نادي الترجي بالباص بسيارات اللاعبين، طبعا السيارات في الجراج أهو زي ما أنت شايف أهو. الساعة الآن تقترب من 12 صباحا
إلى الواحدة ظهرا، ويتبقى على المباراة 4 ساعات هنا بتوقيت تونس الخامسة، و 5 ساعات بتوقيت القاهرة السادسة تبدأ المباراة. انتم شايفين الفندق والكل يستعد. اسيبكم بقى وان شاء الله باذن الله نلتقي من داخل استاد رادس بعد قليل. من داخل استاد رادس ساكون معكم بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.